الراديو 90 90 هواها مصر. وهنبدأ مع بعض السوشيال ميديا نجوم الأولى. على انستجرام نزل عمرو دياب صورة من حفلته الأخيرة في الجامعة الأمريكية وعلق عليها وقال دائما سعيد لرؤية جمهوري حفل الجامعة الأمريكية. أما أنغام فكتبت عن محمد صلاح على انستجرام وقالت الله أكبر يا مصر، الله أكبر محمد صلاح فخر العرب. أما زينة نزلت على انستجرام فيديو مجمع برضو لمحمد صلاح وعلقت على الفيديو قالت محمد صلاح عارفين يعني إيه شعوب بتدعي لشخص يا رب يحفظه ويحميه واشوف ولادي زيه وكل المصريين زيه ما شاء الله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دين وأدب وأخلاق ونجاح ورضا ربنا على وشه، احفظه يا رب وخليله بنته واسعده زي ما بيسعد قلوب الناس، بيحب بلده ومصر في قلبه. هنت بقى ناهد السباعي خطيبها عبد ربه رجل اعمال محمد عبد ربه بعيد ميلاده، ونزلت ناهد على انستغرام صوره معاه وهلقت عليها عيد ميلاد سعيد لشريكي في كل شيء وشكرا لكونك بجنبي في كل الاوقات. طبعا بمناسبه ان انا كلمت عليها كان نزل لها فيديو كده برضو عايزه اشوف يعني منكم ايه رايكم في الموضوع ده، نزل لها فيديو وهو بيرقصوا مع بعض، يعني اكيد اغلبكم شايفوا، قولوا لي يعني رد فعلكم ايه على الفيديو ده. هنروح بقى لمي كساب، نزلت على انستغرام صوره بطاقه الرقم القومي الخاص بيها وعلقت وقالت قبلت التحدي محمد هنيدي وشكلي في البطاقه قمر ما شاء الله. هو في حد فينا شكله حلو في البطاقه؟ ماشي يا مي. نزلت بقى شيرين عبد الوهاب على انستغرام صورتها وهي بتهدي الموزع وملحن حسن الشافعي ورده. علقت شيرين على الصوره وقالت شيرين جايبه لك ورده يا سونسون، طب ينفع كده؟ ونزل الفنان حسن الشافعي صوره مع الفنانه شيرين عبد الوهاب وعلق وقال المزيكا الحلوه بتبدا بالصحبه الحلوه ورده حبنا. على تويتر بقى نروح شويه لتويتر، علق الحقيقه استاذ نبيل الحلفاوي على حادث التفجير اللي حصل في اسكندريه وكتب رحم الله شهيد اسكندريه ومن على المصابين بالشفاء، الارهاب لن يوقف مسيرتنا ولن يعيدنا الى الوراء. ده حقيقي. يسرى لوزي بقى نزلت على انستجرام صورة من طفولتها مع عيلتها وقالت في تعليقها على الصورة واحدة من أفضل الصور العائلية بالنسبة لي ذكريات الطفولة. ده شوية كده من السوشيال ميديا اللي معانا ولسه في أخبار تانية هقول لكم عليها، بس بما إننا كلمنا على شيرين من شوية تعالوا نروح نسمع لها أغنية وارجع لكم مرة تانية. لسه معاكم غدير حسين على راديو 90 90 في راديو سكوب وكل أخبار الفنانين.